بلادنا المحفوفة بالمتاعب والمخاطر والمصاعب، مهنة الصيد المرهونة دائما بتقلبات الطقس والمعتمدة على الحظ وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. مهنة البحث عن الرزق في أعماق البحر مهنة لها شروطها وقوانينها، تشترك بها جهات متعددة لتأمين البنى التحتية لسير هذه المهنة ذات المصاعب الكثيرة. سنكون اليوم في هذه الندوة وفي هذا اللقاء من ميناء الصيد ونزهة في اللاذقية لنتحدث عن مهنة الصيد وعن صعوباتها ومعوقاتها وعن مهنة تتعلق بواقع اقتصادي يعيشه سكان الساحل ويعتمدون عليه في رزقهم. يسرنا أن نرحب بالسادة إسماعيل نداف مدير الصيد والأملاك العامة البحرية في المديرية العامة للموانئ. أهلا وسهلا فيك أستاذ إسماعيل. أستاذ أحمد إسماعيل مدير مركز الثروة السمكية في اللاذقية، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. الأستاذ محمود أيوب نائب رئيس اتحاد العمال لشؤون الخدمات، أهلا وسهلا أستاذ محمود. وفيق عيسى، السيد وفيق عيسى رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في اللاذقية، مرحب فيك أستاذ وفيق. السيد صبحي بكو رئيس اللجنة النقابية للصيادين، أهلا وسهلا فيك أستاذ صبحي. وسيد نبيل فحام رئيس جمعية الصيادين في ميناء الصيد والنزهة، أهلا وسهلا فيك. جميعا أهلا ومرحبا بكم، ونحن في رحاب البحر وفي حديث عن مهنة يعني عريقة عرفها سكان الساحل وفطروا عليها، تعلموها وتوارثوها عن الأجداد، وهي اليوم مهنة يعتمد يعني الكثير أو تعتمد الكثير من العائلات على موردها كمورد رزق يكاد يكون الوحيد لدى سكان الساحل. في البداية أستاذ إسماعيل، طبعا نحن سيكون معنا بعد قليل مجموعة من الصيادين يحدثون عن مهنتهم عن الصعوبات التي يعانون منها مع زميلتي سالي، ولكن نبدأ بالبنية التحتية لهذه المهنة أستاذ إسماعيل من خلال الموانئ المتواجدة في محافظة اللاذقية والتي تؤمن يعني انطلاق المراكب وتؤمن فعلا كل خدمات الصيادين ومراكبهم. ابدا اول الامر بالتعريف عن المدير العام للموانئ. مهام المدير العام للموانئ هي تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الخاصه بالامن الملاحه البحريه والبحريه التجاريه، اضافه الى انشاء الموانئ والمنائر في كافه اراضي القطر، كافه ارجاء الساحل السوري. المدير العام للموانئ اضافه الى ذلك تقوم بتطبيق الانظمه والقوانين الخاصه بالصيد البحري والمراسيم الصادرة بتطبيق قانون الأحياء المائية في الصيد البحري. إذا هي ضابطة عدلية خاصة في تنظيم تطبيق القرارات الصادرة في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء عدد من الموانئ على امتداد الساحل السوري. يعني لا أخذ فكرة عن الموانئ الموجودة، نحن الآن في ميناء الصيد والنزهة اللي هو في المدينة في داخل المدينة ويعني على طريق الشاطئ الأزرق. أيضا هناك موانئ أخرى، هناك موانئ أخرى، يوجد ميناء بسيط السياحي، كما أيضا يوجد ميناء الصيد والنزهة في جبلة، إضافة إلى ميناء الصيد والنزهة في بانياس، إضافة إلى ميناء الصيد والنزهة في طرطوس وميناء الصيد والنزهة في أرواب. كما توجد مشاريع قيد الدراسة أو تم دراستها أصبحت جاهزة لإنشاء ميناء في الحميدية وميناء في أم الطيور. نحن بنعرف كمان أم الطيور وابن هاني، لكن ليست موانئ، مراسي فقط. توجد مراسي. نعم نعم، ممكن أن تتحول إلى موانئ في القريب العاجل. لا توجد دراسة لإنشاء موانئ هناك. أما الاهتمام الأكبر هي إنشاء ميناء عند الحميدية في طرطوس، جنوب طرطوس. نعم. الاهتمام الأكبر هناك. بس ولكن تأجل التنفيذ أو الإعلان على هذا المشروع بسبب الإمكانات المادية والخطة الاستثمارية، حسب الخطة الاستثمارية التي تكون مؤمن المدير العام للموانئ. طبعا بالإضافة إلى أنه هي موانئ تستخدم بشكل أساسي لمهنة الصيد، هي إلى طابع سياحي مثل ما ذكرت حضرتك، وهي الحقيقة يعني تزين شواطئنا الأشكال الجميلة يعني من المراكب وعمل مهنة الصيد وشباك الصيد. يعني نحن بنعرف أنه هي يعني مركز سياحي جميل، أي قادم إلى الساحل لابد أنه بزيارة الشاطئ ينظر أو يلحظ هذه الحركة النشطة لحركة المراكب والصيادين، وهي الحقيقة تزين المدينة وتعطيها طبعها البحري. أستاذ أحمد إسماعيل، حضرتك مدير مركز الثروة السمكية في اللاذقية، يعني بنحكي عن ناتج دائما البحر من أنواع السمك،
ربطا مع نشاط الصيادين من بهذه المهنة، ونعلم أن في شواطئ البحر المتوسط يعني أنواع مهمة من السمك، بالتالي هي كثروة اقتصادية، يعني كيف تتماشى مع متطلبات الصيادين في بحثهم عن رزقهم؟ أولا الهيئة العامة للثروة السمكية مهمتها تطوير وترشيد الصيد، تطوير من خلال إقامة المزارع السمكية، تشجيع المواطنين على إنشاء المزارع السمكية سواء كانت البحرية منها أو العذبة. الهدف الثاني المحافظة على الثروة السمكية من خلال تنفيذ وتطبيق الأنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للأحياء المائية. طول الساحل السوري 183 كيلومتر فقير بالثروة السمكية، السبب انه تضاريسه اللي هو الاماكن اللي بتسكن فيه الاسماك او بتطور فيه الاسماك ضعيفة، خلجان قليلة. فهذا درست الهيئة هذا الواقع وشجعت من خلال الانتاج، انتاج من خلال المزارع لتأمين المادة السمكية بالاسعار المطلوبة أو المناسبة. شو هي أبرز أنواع الأسماك الموجودة بشواطئنا؟ في أسماك، أنواع أسماك مستوطنة وفي أنواع أسماك مهاجرة، وهذا عبارة عن الصيادين بيعتمدوا على مجموعة وسائل صيد. هالوسائل الصيد تمت الهيئة العامة للثروة السمكية من خلال المجلس الأعلى للأحياء المائية وضع نظم لكل وسيلة صيد. من الهدف منها هي ديمومة الثروة السمكية، المحافظة على الثروة السمكية وديمومتها. فمن اجل يعني طبعا تأمين القوانين الناظمة يعني الثروة السمكية هي لطرق الصيد، وفي هناك ايضا قوانين لمنع الصيد الجائر وللحفاظ يعني على الثروة السمكية. هذا من مهامكم تماما. هي الأنظمة والقوانين هي قديمة وتحتاج الى تطوير، والهيئة العامة للثروة السمكية جادة في دراسة مشاكل الصيادين وتطوير هذه الأنظمة. نعم. سنتحدث عن القوانين الناظمة لهذه المهنة وعن كيفية تأمين البنى التحتية لعمل الصيادين، وعن يعني المعوقات والصعوبات التي يعاني منها الصيادون في هذه المهنة رغم كل المحاولات يعني والجهات الجادة في تأمين متطلبات هذه المهنة. بعد أن أنتقل إلى سالي لتضعنا بصورة واقع الصيادين وهم الآن منطلقون إلى عملهم، ومنهم من يحضر لخوض البحر في محاولة جديدة لرزق يومي. معك سالي، نتعرف ونسمع يعني آراء بعض الصيادين بمهنتهم، لأن معنا أيضا الجهات المعنية من الجهات النقابية والجمعيات اللي هي مهمتها يعني الدفاع عن حقوقهم والسماع إلى متطلباتهم ومناقشتها بشكل دائم. إليك سالي. أكيد لو بابا، مهنة الصيد مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر، ومعنا هلأ مجموعة من الصيادين بدنا نتعرف منهم عن واقع المهنة والمشكلات اللي عم بيعانوا منها. كونوا معنا. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو بتحكي لي عن مهنة الصيد؟ رائعة كتير. كم سنة لك بهيدا المهنة؟ جديد أنا حاليا يعني، بس حلوة كتير يعني. الله يعافيك. شو بتحكي لي عن مهنة الصيد؟ من أين ناحية؟ بشكل عام. والله فيها صعوبات كتير. شو الصعوبات اللي عم تواجهوها؟ طب انت شو عم تساوي هلا؟ انا عم صلح شباك، صلح شباك. اكثر شيء في صعوبات، وين ما بنروح ممنوع الصيد. نجي على الفنور ممنوع الصيد، بنروح على راس الدبجيات ممنوع الصيد، بنروح على الجون ممنوع الصيد، بنروح على المدينه الرياضيه ممنوع الصيد. في حاله تعرضت لمشكله لمين بتتوجه؟ صيادة نحن ببعضنا، أكثر من هيك ما في. نحن صيادة ببعض بنساعد بعض بس، غير هيك ما حدا بيساعدنا. شايفتك مزعوج، ليش؟ يعني حكينا ولا ما حكينا على الفاضي، كلامنا لا بيقدم ولا بيأخر. ما توجهتوا لجهة معنية؟ عندنا هون رئيس النقابة لا بيحل ولا بيربط. رئيس نقابة الصيادين لا بيحل ولا بيربط. تشتكي للموانئ بقول لك انا جهه عسكريه، بشتهي للامن بيقول لك في الموانئ مختصه بهالشيء،
تصريح يعني اذا بدي اروح عند الشرق بدي اطلع ساعتين هون، اذا انسقط شوي تاخرت على الشباك على الشركات بالاراضي ممنوع، بنيجي لهون على الحجز على السجن فور. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. فيك يا هلا. تعرفنا بحضرتك؟ فادي سواس. شو بتحكي لي عن مهنه الصيد؟ صعبه، معيشه صعبه وحياه صعبه والبحر معروف، يعني من اي ناحيه بدكم نحكي؟ المشكلات اللي عم تعانوا منها. مشاكلنا كثيره، مشاكلنا كثيره كثيره كثيره. الثروه السمكيه لما عم تصدر القوانين ما عم تستشير اي صياد، رئيس نقابه ورئيس جمعيه عندنا ما بيمثلوا الا حاله، ما بيجوا ما بيشوفوا الا بالمناسبات يعني بالفترات القصيره. المشكلات اللي عم تعانوا منها سبق وتوجهتوا لجهه معنيه وتم الرفض؟ هلا من جهه الموانئ، الموانئ هي مثلا جهه تنفيذيه، بنروح لعند الثروه السمكيه اللي نحن على اساس نحن معنيين لها، فما بتزور لتشوفي واحد فيهم او لتسالي له، وحي الله طلب انه اقدمه بدنا اربع خمس شهور او سنه. يعني انا حوالي شهر اجى السيد وزير النقل كان هون عندنا بالمينا، فتوجهت وحكيت معه، وكان السيد المدير العام للموانئ موجود، طلبنا منه انه يسمح لنا بالمخالفات جميعا، يعني طبعا اللي ضمن المحدود اللي ما مثلا بتتأذى منه كل العالم او شيء، بس اللي عم ياخذ خطوط حمراء. فقال انا معكم ماني ضدكم، ووجه مدير الموانئ، والمدير الموانئ فعلا مشكور عمل كل شيء فورا بالوقت الحالي، خلال 10 ايام كان عاملين لجنه وكله على 24. بتروح على وزاره النخل، وزاره النخل بتحول على وزاره الزراعه من حوالي اربع شهور واختفى الطلب. راجعنا الثروه السمكيه الاستاذ محمد زين، طبعا انا اللي كنت موجود واحد زملائي بالصيادين، ولهلا الطلب ما رجع. قال هو ليكم معي بالشنطه، خليه بالشنطه، نحن اربع شهور انا معي 20 بحار، 20 بحار صرنا اربع شهور قاعدين، نحن ما لنا موظفين، منين ناكل؟ انت كصياد شو المطالب اللي بتوجه لها؟ بكي انا صياد، بيعتبروني بقيه الصيادين انه انا مخالف. فنحن هون على هالقوانين اللي حاططها الانظمه والقوانين الثروه السمكيه، فالكل عملته مخالف، علقتنا ببعضنا نحن الصيادين. فانا واحد من الناس اللي بيشتكوا علي كل هالصيادين هدول. فانا بحب اوجه لهم للكل. طبعا للصيادين اولا وللمعنيين ثانيا. في انترنت، صرنا بالقرن 22 في انترنت، يفقسوا يشوفوا في جرف تركيا نحن السمك اللي عم بيمشي. عم تاخذوا تركيا؟ لا نحن الصيادين السوريين ما بصير ناخذه. طب انت السمك كيف عم يتم تسويقه بعد ما تصطادوا؟ تسويقه صار بالالاف. صار بالالاف، وهذا السبب اللي خلى المازوت كمان يغلى علينا، لانه احد المسؤولين قاعد اكل بمطعم فشاف انه نحن قادرين ندفع غلاء المازوت. وكل شيء عم نواجهه بسببنا نحن عدم محبتنا لبعض. الصياد فقير كثير هون، كثير كثير، بس مو فخير عقل، طبعا فخير ماده. لانه الثروه السمكيه باي دوله في العالم شو مطالبه الصياد بتيجي بتامن له. خلينا بس نكون نحن شوي من مثل برا. ما بنروح لنقابله للاستاذ محمد زين بدنا شهر واثنين وثلاثه. طبعا انا بتمنى يكون هلا عم يسمعني، وانا اسمي فادي سواس. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو المشكلات اللي عم تواجهها انت كصياد؟ والله مشاكلنا كثيره نحن. من جميع الناحيه مشاكلنا كثيره. الاستاذ فادي اللي عم يحكي مشان الجرف. مفروض الجرف يكون بعيد عن الميانة الدولية. نحن الثروة السمكية عنا قليلة كتير، ما عنا سمك نحن. بدك تجربه بتطلع لجنة من الزراعة، بيطلع عالم بتفرجوا الشباك اللي بتنزل على البحر بتشيلوها، بتكون مختص بالزراعة كمان. ما يكون حي الله واحد مثلا ما بيفهم بالزراعة بيجي مختص من الصيادين، بيطلعوا لجنة، بيطلعوا الشباك اللي بتنزل على البحر بتطلع بشوف الصيد. نحن عندنا الثروه السمكيه ما في قليله، ما موجوده عندنا، المفروض نحافظ عليها نحن، ما نبيدها. في حال عانت من المشاكل لمين تتوجه؟ عانت توجه، عندنا كان نقابات بتحكي عننا نحن. في عندنا نقابات بتحكي لنا. توجه للمدير العام، توجه للعالم هاي كلياتها، يعني كلامنا يعني قليل مسموح. ادوات صيد ما عندنا. كلها بنجيبها تهريب من برا. مفروض نحن عنا في عنا هون يجون عنا لهون. كل شيء الموارد كل الصيد كلها لازم تكون موجوده عنا نحن. ما نحن نروح نجيبها تهريب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بنرجع الك لبابا، تعرفنا على بعض المشاكل اللي عم يواجهوها الصيادين.
شكرا سالي. ورح يكون لنا كمان وقفة تانية مع الصيادين ومطالبهم. نحن لاحظنا أنه في عدة جهات تشترك يعني عمل سواء الصيادين كمهنة أو الثروة السمكية، يعني الزراعة، النقل، الثروة السمكية، النقابات المعنية، وأيضا بين يعني الحفاظ على الثروة السمكية وتأمين مصدر رزق. هو الحقيقة في هناك فجوة ومعاناة. هلأ أنا رح أبدأ مع سيد نبيل فحام، وكونك رئيس جمعية الصيادين بهذا الميناء اللي نحن فيه، ميناء الصيد والنزهة، واللي سمعنا هلأ يعني آراء الصيادين منهم نحن على أرض الميناء. يعني معاناة هؤلاء الصيادين لما أنت كرئيس جمعية عم بيجوا بيحكوا لك، يعني أنت شو عم تقدم لهم كجمعية؟ يعني نحن كجمعية ما فينا نقدم لهم، نحن بنوصل صوتهم، بنوصل شكاويهم. مثلا عندي مشكلة عند مدير الموانئ أو بالموانئ أو أي إنسان بالموانئ، نطلع منحلها. ما حليناها بنلجأ للأعلى طبعا بالتدريج. عندنا مشكلة بالثروة السمكية، مين عنده مشكلة بنطلع بنحل له إياها. لكن هون الموضوع شو اللي صاير؟ يعني لو كانت أبسط مشكلة مثل الثروة السمكية مثلا، الناس ضاجة بموضوع الشباك الثابتة، عاملين إياها من فتحة 16 لفتحة لل 25 ممنوعة. الصيادين ارتقوا ان المفروض تكون من 20 وما فوق يسمحوا لهم فيها ليقدروا يصيدوا الثروه السمكيه. ضاله يعني ما فينا نحكي فيها، يعني كل الناس تحكي بهالموضوع. الثروه السمكيه لا بتمسك بقرارها اني خلص 25 وما فوق المفروض يمشوا بهالحاله. هي حكينا انه بين مهمتهم كثروه سمكيه للحفاظ على الثروه السمكيه وبين انه نسمح للصيادين. نحن ما بدنا يكون عندنا كمان قوانين او يعني سماح لاستنزاف هاي الثروه، فهي الثروه السمكيه هي هيئه عامه علميه وبتقدر تفضل استاذ، يعني حضرتك اقدر على انك دافع عن هاي الناحيه تحديدا. وهن عم بيطلبوا الصيادين انه تسمحوا لهم شويه مخالفات مثلا، وانه الجرف لانه هذا بيزيدنا يعني اصرار انه نشتغل اكثر. الموضوع على النحو التالي: الانظمه والقوانين الناظمه اللي اصدرتها الموجوده عندنا بالزراعه من المجلس الاعلى للاحياء المائيه انا قلت قديمه وتحتاج الى تطوير، والهيئه العامه للثروه السمكيه حديثه العهد. استلمنا ارث السيد المدير العام للهيئه العامه للثروه السمكيه محمد زين الدين. نحن درسنا ودائما في اجتماعات لدراسة جميع السلبيات. نحن ما بنعرف السلبيات إلا اللي بتجينا من خلال شكاوي الصيادين. فعلى سبيل المثال في شكاوي اجت من وسيلة الصيد الشنشلة، هذه درسها الأستاذ محمد والمعنيين بالموضوع بالهيئة العامة للثروة السمكية، فكانت النتيجة أنه بدنا نعمل تجربة بحثية للهيئة العامة للثروة السمكية الجامعة، وعم نقوم بهذا البحث لدراسة هالقوانين اللي منعت فيه فترات الصيد. عم ندرسها انه مضبوطه او لا، فهذا بده وقت لنقوم بدنا وقت حتى نقوم بهالنتيجه او تطلع النتائج. المهم انه اي شكوى من الصيادين فالهيئه بتدرس الموضوع، وممكن انه اي موضوع. طيب ممكن السيد يعني صبحي بكو رئيس اللجنه النقابيه للصيادين، يعني بين الواقع اللي عم يحكوا الصيادين اللي هن مهنتهم هاي الصعوبات، ممكن نفس الوقت يشكوا من الجهات اللي عم بيحسوا انه هي عم بتعرقل عملهم او عم بتقيد عملهم، وبنفس الوقت هذه الجهات هي جهات موضوعيه عندها قوانين، عندها قوانين علميه كمان بنفس الوقت. انتم كيف عم تكونوا الوسيط دائما لتامين المستلزمات قدر الامكان، وايضا حفظ حقوق الهيئه العامه للثروه السمكيه في دفاع عن هاي الثروه؟ بدايه الحديث بحيي تلفزيون الاغريت، هي تلفزيون سوري حقيقه، لنا فخر يكون لنا لقاء تلفزيوني معكم. ثانيا بالنسبه بخصوص الاخوه الصيادين، صراحة تحدث الأستاذ أحمد بخصوص القرارات الناظمة، هي قرارات بالفعل قديمة، يعني قرارات المعمول بهم من عام 1966 وفي منه 67 وفي منه عام 1900، يعني بحاجة لتحديث وتطوير. موضوع ثاني بالنسبة للأخوة الصيادين وتحدثوا أن دورنا كدور لجنة نقابية أو دور اتحاد العمال وعلاقتنا مع الأخوة الصيادين، نحن دائما أبدا من خلال اجتماعاتنا مع الأخوة الصيادين نسمع لهم، نسمع آرائهم، نسمع مشاكلهم، ونحن ما لنا جهه تنفيذيه. بس تسمعوا لهم، انتم ما جهه تنفيذيه. بس شو ممكن يعني تساعدوا بتعديل قوانين؟ هلا هن عم بيطلبوا انه طبعا يعني هن عم بيطلبوا او بيبرروا المخالفات،
انه السماح ببعض المخالفات، يعني ريثما يصدر ربما قانون يعني هذه المخالفه تصبح نوعا ما مشروعه في القانون تكون مدروسه، يعني في القانون لم تعد مخالفه، يعني في القانون مخالفه بس ممكن انه يعني طالما مثلا في هناك اصوات تطالب انه هي ليست مخالفه، ممكن يكون في حلول توفيقيه بين انه ما لا تكون مخالفه، يعني الا تبقى مخالفه ان تصبح مشروعه نوعا ما. انتم فقط بتسمعوا اصواتهم ولا كمان يعني؟ لا، نحن بنتحرك من خلال الاتحاد العمال، من خلالنا، من خلال علاقتنا الشخصيه مع المعنيين بالامر. دائما ابدا كتبنا بنرفع للهيئه الثروه السمكيه، بنرفع للسيد المحافظ، بنرفع للمديريه العام للموانئ، حتى احيانا للوزاره، وبنشرح فيه دائما. هلا نحن طالبنا كثير بتعديل القرار 52 والقرار 53 والقرار 54، هذا بتنص من فتحات الشباك ومن فتحات طبعا بالتعديل القرار. هي بصراحه الشبك هلا في شبك الثابت، هذا شبك ثابت لا تضر بالثروه السمكيه، يعني هي عباره شبكه ثابته، صيادين بيطلعوا فيه بينصبوا نص ساعه صباحا فقط، وبعد بيتم بعد نص ساعه بيتم عمليه سحب الشباك بس، ولكن احنا ما لنا جهه تشريعيه. نعم. بالنسبه للجرف استاذ اسماعيل، عفوا استاذ احمد اسماعيل، بالنسبه للجرف هو ممنوع يعني كنوع من انواع الصيد؟ ممنوع صيد الجرف ممنوع. نعم. ومنذ سنوات، ونحن اللي صار بهالفتره هي طبقنا الانظمه والقوانين. نعم. فبتطبيق الانظمه والقوانين ظهرت المشاكل اللي عم نشوفها. بس ان الصيادين عم بيطلبوا، يعني عم بيطالبوا انه لا، صيد الجرف بيوفي معهم بينما هو مخالف. بالعموم في انظمه وقوانين ناظمه موضوعه بدنا نحترمها. اذا كان في اشكال في هذه الانظمه والقوانين ممكن عن طريق الجهات، الجمعيات، المؤسسات بيتبع الى الصيادين، يقدموا لهيئه العمل الثروه السمكيه. المدير العام محمد زين الدين والهيئه العامه للثروه السمكيه، الوزاره بتدرس الطلبات، وممكن مثل ما قلت لك انا هلا وسيله الشنشله يعني. مثلا وسيله قدموا فيها اعتراض وهالاعتراض اخذ فيه، واليوم عم نعمل نحن بحث بهذا الموضوع لليوم عم بغل افتراضي. نعم. سنتين. نعم. حتى لحل دراسه هالقوانين ان كانت صح ولا لا. نعم. استاذ وفيق عيسى، حضرتك رئيس نقابه عمال التنميه الزراعيه في اللاذقيه، مثل ما قلنا جهات عده، يعني مديريه الزراعه هي احدى الجهات المعنيه، شو دوركم بالنسبه للمهنه والصيادين والحفاظ على الثروه السمكيه؟ وبنعرف انه يعني مديريه الزراعه لها شق في مجال الثروه السمكيه والحفاظ عليها. نحن كنقابه عمال التنميه الزراعيه مو بس مديريه الزراعه، في عده جهات تابعه لنا. بيتبع لنا نحن هلا لجنتين نقابيات بالقطاع الخاص للصيادين. نعم. واي مطلب للاخوه الصيادين عن طريق اللجنه النقابية بيجي لعنا، نحن بنتابعه مع الجهات المعنية عن طريق اتحاد عمال المحافظة والجهات الأخرى. بدليل المطلب الأخير اللي كان عم بيشكل هاجز عند الصيادين هو تأمين مادة المازوت. نعم. وفعلا بجهود اتحاد العمال وبجهود الرفيق السيد المحافظ والجهات المعنية تم تأمين مادة المازوت، وهذا كان بيشكل هاجز عندهم كبير، لانه يعني بدون ماده المازوت ما فيهم يمارسوا عمله. نعم. هلا استاذ اسماعيل، انتم كموانئ لكم علاقه يعني بتامين البنيه التحتيه من خدمات ماء، المازوت، الكهرباء، ولا انتم فقط كضابطه يعني تضبطوا عمل الموانئ؟ نحن لنا علاقه طبعا كتامين خدمات ضمن الميناء، ضمن ميناء سمنزا. يعني عند بتذكر من تاريخ سابق قمنا بانشاء السنه اضافيه ضمن هذا الميناء، وجهزناها ايضا بمجمعات خدميه تحتوي على مياه وكهرباء، وايضا اضافه الى اناره كافه ارجاء الميناء باعمله اناره. ولكن القله من الصيادين لاستعمالهم السيء لهذه الادوات ادى الى تخريبها، اضافه الى سحب اسلاك كهربائيه من اعمده الاناره، أدى ذلك إلى اهتراء الشبكة الكهربائية بالكامل. نعم. سيد نبيل، ليش ما بتوجهون للعمال يعني اللي هنا عم يستخدموا هذا الميناء أنه في ضوابط كمان، هن أكيد لهم حقوق وبنفس الوقت عليهم واجبات بالحفاظ على هذا الميناء اللي هو منطلق عملهم، فأنتوا كيف بتوجهون أنه يحافظوا على يعني؟ نحن بنتشكر الموانئ كثير،
ونتشكر الجهات المعنيه اللي مدت لنا الكهرباء. نعم. لكن بالاصل مد الاناره بالاصل خاطئ. الاناره ما بتتد بالمكسر تحت الارض كلها مي. السبب ما الصياد، نحن عم نحمل الصياد كثير. هن الموانئ حاطيننا فيها، شو حاطيننا علب نظاميه وعم نسحب فيها خط نظامي. طيب. لكن الاسباب الامطار والنو اللي عم بيصير عم يصير تماس بشرايات الكهرباء عم تنضرب، الصياد ما يلزم فيها. الظروف بشكل عام يعني ظروف المهنه الحقيقه، هون بنتوجه لاستاذ محمود ايوب نائب رئيس اتحاد العمال لشؤون الخدمات، بنعرف استاذ محمود انه حاليا عندكم جمله من المؤتمرات في اتحاد العمال، مؤتمرات النقابات، وكان يوم امس عندكم اجتماع عن تقريبا نفس الموضوع اللي نحن هلا بصدده، شؤون يعني مهنه الصيد وواقع الصيادين. حضرتكم كاتحاد كيف ممكن ترفعوا هاي الاصوات؟ كيف دائما ممكن نلاقي حلول توفيقيه؟ يعني نسمع بعض، تسمعوا بعضهم هؤلاء الجهات؟ يعني مثلا هلا الاستاذ اسماعيل حكى مثلا بالموانئ، السيد نبيل يعني كل حدا عنده ذريعته وعنده حجته بانه يقنع الاخر، واثنين معهم حق، يعني ففي ما بعرف يبدو في اكثر من فجوه او في ثغرات يعني بايجاد امور توفيقيه بين بعض. بدايه يسعد صباحك وشكرا لقناتكم الكريمه اللي اتاحت هي المساحه من الوقت لمناقشه هم كبير وبيأرق شريحه كبيره من الاخوه الصيادين. طبعا جل ما تحدثوا عنه هو حقيقي وواقع، ولكن يجب أن ننظر إلى جزء المليء من الكأس ولا ننظر فقط إلى الجزء الفارغ من الكأس. بداية هذا المكان الذي نحن نجلس فيه أليس إنجازا؟ مجرد أن الدولة تعمل ميناء وتخفف، طبعا المراكب لولا بلا ميناء كانت بتتكسر بأي نوة، صح؟ فنحن قاعدين هلأ على إنجاز من إنجازات الحكومة وتأمين خدمات بالميناء وانتشار الموانئ على الساحل السوري ضمن تمركز الصيادين، فهذا بتصور إنجاز. مثل ما تفضلوا رفقاتنا موضوع المازوت اللي كان مأرقهم، وهذا كانت باكورة عملنا نحن كمكتب تنفيذي جديد في اتحاد المحافظة، كانت باكورة عملنا بالمطالبة، ومشكور رفيقنا المحافظ كان تجاوبه سريع جدا بهذا الموضوع. واليوم المازوت عم بيوصل للميناء بينما كانوا في طبقة أو شريحة من يعني تجار المازوت كانوا يوصلوا بأسعار مضاعفة. نعم. اليوم عم بيوصل المازوت للميناء للصياد بسعر النظام. طبعا الأخوة الصيادين معن حق باللي طرحوه، لأنه المهنة شاقة، المهنة شاقة جدا، ساحلنا فقير، حصيلة صيدهم لا تتناسب مع جهد العمل اللي عم بيقدموه. نعم. فدائما هن محسوسين، والقوانين لا تزال في قوانين قديمه يعني ما ذكروا الاساتذه. نعم. جهد يعني حصيله الصيدون لا تتناسب مع الجهد. طبعا في مشكله القوانين ونحن طالبنا بتحديثها، وصار جهد مشكورين عليه جماعه الثروه السمكيه، جهد كبير، ولكن نحن بحاجه قطف ثمار هذا الجهد. مثل ما تفضل اخونا، نحن طلبنا ترجمه القوانين الناظمه أو الاستفادة من القوانين الناظمة لمهنة الجرف بالدول المجاورة، حتى انطلبت القوانين الموجودة بتركيا، بلبنان، بالدول المجاورة. بيسمحوا بالجرف هاي الدول إيه مثلا؟ إيه إيه. في. ليش عندهم ممكن لو سمحت لسه أنا بدي هلا بس نخلص. نعم. كمان كان طلبنا نحن من الجهات المعنية، إن كان الثروة السمكية، الثروة السمكية هي اللي بتعد القوانين الناظمة للهي، كان طلبنا إنه مشاركة تنظيمنا النقابة بأثناء إعداد القوانين بحيث نلحظ الجانب الاجتماعي بالقانون، ما يكون جانب تقني بحت. نحن بدنا نشتغل على مبدأ لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. تماما. يعني بدنا نحافظ على الثروة السمكية، كمان بدنا نحافظ على حقوق الصيادين. نعم. بالحصول على معيشتهم. هذا المبدأ المتفقين مع الثروة السمكية، وعم لقاءات دائما بتصير مع رفقاتنا باللجنة النقابية وبالجمعية مع الثروة السمكية، ولم ترد مشكلة عبر رفقاتنا بتخص الصيادين إلا تمت متابعتها. ولكن في موضوع مهم أنا لازم سلط الضوء عليه، الصيادين أكثر من شريحة، شريحة مراكب صغيرة، صيد صنارة قصبة، صيادين مراكب جرف كبيرة،
انا لو سالت الاخ فادي اللي عم بيحكي بما يخص الشريحه اللي بيمثلها هو صحيح 100%، بس انا راح اسال الشريحه اللي هي بتمثل الصيادين اللي بيعتمدوا على المركب الصغير متضررين من عمل الشريحه هي، ففي مشكله يعني بشرائح اللي يعني نحن اذا بدنا ننفذ مطالب الشريحه اللي بتشتغل بالصيد الجارف وبالمراكب الكبيره راح تكون متضرره الشريحه اللي بتشتغل بالمراكب الصغيره وهي الاوسع والافقر. فنحن بنحاول قدر الامكان ان نعمل توأمه. بس المراكب الكبيره يا استاذ يعني هي عم تطلع خارج المياه الاقليميه، يعني مسموح لها انه تروح باعماق اكثر. لا في مراكب يعني عنده مركب صغير معروفه يعني حدود سماح له بالصيد، يعني كمان نحن بحاجه لكميات تعبي الاسواق، يعني احيانا المراكب الكبيره لما عم تطلع بتجيب كميات كبيره بتطرحها بالسوق عم ينزل سعر السمك، كمان في مستهلك. اما اللي عم بيصيد بمركب صغير بمشقه وبكميه قليله عم تنباع باسعار اغلى وعم بيجيب انواع يعني غاليه الثمن. فنحن هون فعلا عم تقول انه يعني في اكثر من امر، يعني اذا بدك تصلح هاي بتطلع مشكله من طرف ثاني. يعني كمان المراكب الكبيره وجودها ضروري نحن كثروه اقتصاديه. احنا ما عم نحكي على الجرف الخارج المياه الاقليميه، عم نحكي على الجرف الشاطئي. نعم المراكب الكبيره هي خارج المياه. لا في مراكب تشتغل بالجرف الشاطئي وهي من اهم المشاكل. لا الجرف طبعا الشاطئي هي عم تعمل مشكله على الشريحه الواسعه من الصيادين الأقل اللي بيشتغلوا نعم اللي هو رزق يومي، بينما في منهم اخذينه مثل مشروع استثماري كبير. هون استاذ اسماعيل يعني انتم كضابطه في مثل ما شايفين هلا في مراكب صغيره وفي مراكب اكبر، انتم بالنسبه ليوميات العمل كيف بتامنوا يعني او بتضبطوا حركه المراكب لدخولها؟ في يعني نعرف انه اوقات معينه في تحقيق امن وسلامه يعني للمراكب وللصيادين ولامن البحر عموما. بس بدي حب نوه انه بالنسبه للجرف، الجرف هو ممنوع بالمياه الاقليميه منعا باتا، بالمياه الدوليه مسموح. نعم يعني هلا بدنا نشوف ليش مسموح. مسموح بالمياه الدوليه، بس نحن قامت مديريه العامه موانئ الفتره الاخيره بالشهرين الاخير منعت الجرف نهائيا، يعني حتى الصيادين شكروا الموانئ بخصوص انه منع الجرف بشكل كامل. شكروهم؟ شكروا الموانئ. يعني معناها الصيادين هن ما بدهم الجرف؟ ما يعني مالكم مع الجرف؟ الجرف بالمياه الاقليميه، اما المياه الدوليه مسموح. مسموح. اما الجرف بالمياه الاقليميه والجرف الشاطئي ممنوع منعا باتا. حتى يبقي يعني على الانواع ويتمكن انه تتوزع هالثروه على الجميع. الصيادين. اما خارج مياه الاقليميه بالمياه الدوليه مسموح يطلعوا يجرفوا قد ما بدهم. ما في مشكله. اما بالنسبه لضبط حركه الزواريخ يعني بكل ميناء موجود على الساحل السوري توجد لجنه مشكله. بيعطوه اللي بده يطلع يصيد بده يكون معه تذكره بالاضافه الى امر خروج، يعني مهمه خروج، وهي مضبوطه بشكل كامل انه كل زورق بتسجل اسمه، بتسجل ساعه الخروج وساعه العوده، يعني هي مضبوطه بشكل كامل من قبل الموانئ. وبالنسبه لتفريغ الحمولات بشكل يومي شو صايدين شو الله هيك هي رازقهم؟ امر بيتعلق طبعا بالثروه السمكيه، الثروه السمكيه هي المعنيه به، طبعا نحن معنيين انه بالحصيله الصيد انه تكون حصيله الصيد نظاميه غير مصاده بوسائل الطرق الممنوعه هي الديناميت او شو بتامنوا لهم عوامل سلامه كمان، واذا صار في مخاطر طبعا اذا في طقس غير مناسب اكيد ما بتسمحوا طبعا المنارات الامور انتم شو مامنين نحن اكيد في اجواء الطقس العاصف اكيد ما بيسمحوا لاي زورق بالخروج من الميناء، هذا الشيء بياثر على سلامته. اما في اجواء الطقس المشمس والعادي طبعا هذا مسموح اكيد مامن كل شيء يعني كل شي. طيب استاذ احمد يعني مقارنه بجوز مع الدول المجاوره في انواع نحن عندنا وقوانين لا تسمح، بينما اذا اطلعنا على تجربتهم تسمح، برايك شو الاسباب ونحن كيف ممكن انه اذا هل يمكن مقاربه تجربتنا مع تجربتهم ولا لا؟ نحن مساحاتنا ومياهنا تختلف كواقع وكطبيعه وككميه اسماك. عم نحكي على الساحل السوري، الساحل السوري طوله 183 كيلومتر، الرصيف القاري ضيق بالمقارنة مع الدول المجاورة، نقع بالجهة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط واللي بيتميز هالشاطئ بفقره بالأسماك. هاد كل هالمنظومة هاد إضافة هذا من طرف الطبيعي، من الطرف الثاني الصيادين والمخالفات بكل وسائل الصيد بدون استثناء، جميع وسائل الصيد جميع الأنظمة والقوانين لا تنفذ، في مخالفات بجميع وسائل الصيد، وهذا عم يحمل جهد كبير على الأسماك ويأثر على تطوير الثروة السمكية.
في ملحوظة في أحد الأيام لما بصير في منع أو أجواء أو إلى آخره بفترة معينة منلاحظ أنواع الأسماك وخاصة في منطقة جبلة منلاحظ إنه أسماك تتطور بشكل سريع، فهذا دليل على إنه الفترة اللي صار فيها هدوء ما في ضغط صيد فصار في تطوير للسمك. في أوقات بتمنع الصيد نهائي؟ في قلتلك أنا عبارة عن قوانين ناظمة بتحدد فترات التكاثر وبتمنع فيها الصيد مشان ترشيده وإكساره وحفاظ على الزغب السمكي. بالمجمل هذا هو الموضوع. طيب. الموضوع الآخر إنه نحن ما بس وسيلة صيد موجودة، جميع وسائل الصيد ما عم تقوم ما عم يتم منعها بالمطلق. اللي صارت انه الهيئه العامه للثروه السمكيه ما عدا الديناميت بالوقت ممنوعه كله ممنوع، يعني في مخالفات جائر في مخالفات بجميع وسائل اللي صار بهالفتره انه الهيئه العامه للثروه السمكيه بدها تنفذ الانظمه والقوانين فصارت مشكله. اعترضوا يعني في اعتراض لانه هلا تبينت السلبيات، ممكن تكون في سلبيات في النظام في القوانين في القانون. نحن قلنا الجهات الرسميه الجهات الاهليه الجمعيات التابعة إلى الصيادين النقابات مثلا يقدموا هالشكاوى الصيادين للنقابة، يعني دائما الشكوى تكون إلى توصل لهدفها. طيب. يعني أنا كصياد ممكن أنه أقدم للجمعية، الجمعية ممكن نحن بوابنا مفتوحة وبيعرفوا نحن دائما بوابنا مفتوحة للشكاوى. طيب. ممكن تندرس وممكن معلش. نعم أستاذ محمود، كاتحاد عمال نحن بنعرف مثل ما ذكرنا أنه عندكم اجتماعات ومؤتمرات، هي مهنة الصيد بحد ذاتها، أنتوا شو عم تفردوا لها يعني من اجتماعاتكم؟ شو عم بتأمنوا للصياد كمهنة؟ نحن بنعرف أنه الاتحاد بيصنف المهن له حقوق، تأمين السلامة، الصحة، مهنة الصيد شو خصوصيتها كمهنة وانتو شو عم بتأمنوا لها يعني تأمن للصياد بحد ذاته كعامل في البحر؟ يعني نحن مثل ما تفضل رفيقنا نحن دورنا هو نقل الهموم ومطالبهم للجهات الوصائية، نحن من الجهة التنفيذية. لا بس نعرف انه دائما في بنود ومقترحات وتوصيات، اولا تصنف المهنة هي مهنة شاقة مثلا، إلهم حقوق، إلهم تأمين صحي، إلهم طبابة، ما بعرف انتو شو ممكن تأمنوا للصياد من جملة هاي الأمور النقابية العمالية. رح أسأل سؤال، في صياد عم يدفع أي رسم انتساب للاتحاد العمال؟ في رسم انتساب؟ طب هني مالهم منتسبين للنقابة؟ هلا حتى نحن كان في سلسلة الربط ما بيننا وبين الأخوة الصيادين، هي كانت براءة زمير وهي إلغت من حوالي تقريبا 3 سنين أو 4 سنوات. طبعا سبب الإلغاء هي كانت مديرية العام الماني، طبعا بسبب الشكاوى اللي رفع من أخوة الصيادين. نعم. بصراحة ممكن انه يفوت صياد وعنده مركب ما مرخص وما ومعه وماله نقابي، ولا ما شرط اذا نقابي او غير نقابي؟ لا ما مش شرط، لاني بصراحه قلت لك انا في نوع من التراهي او فوضى طيب شو دوركم انه يعني لما في نقابه وجمعيه وفي اكثر من جهه ونقابه يعني كمان سيد وفيق بتنميه الزراعيه باللاذقيه، يعني شو دوركم بانه نحن في شيء توجيهي؟ بنعرف بالتنميه الزراعيه بنوجه الصيادين، نحن المزارعين بنعرف والفلاحين في ارشاد زراعي، طيب الا يوجد ايضا ارشاد للعاملين في مهنه الصيد لحتى يعرفوا حقوقهم، ينتسبوا ويعرفوا انه هي الجهه هي الجهه اللي بتدافع عن حقوقهم؟ واضح انه في فجوه بينكم وبينهم، يعني او هن كونا مهنه متوارثه يعني بجوز ما عم يعرفوا انه في لها شيء ناظم. هي الحقيقة المهنة بحاجة لتنظيم أكثر، يعني دخول نحن دخولنا كاتحاد يعني من باب الرعاية لأنه في فراغ ما حدا مغطى لهذا الفراغ، فنحن حاولنا نغطي ضمن الإمكانيات المتاحة من دون أي رسم انتساب. نعم. من دون أي طيب شيء. طيب إذا منتسب شو بتأمنوا له؟ إذا انتسب للنقابة ما منتسبين، يعني دخولنا نحن فقط كان هو نوع من الرعاية لألون ونقل همومهم ونقل مطالب للجهات الوصائية. نعم. طب هلا مهنة الصيد سيد نبيل وسيد صبحي يعني هي مو بس انه يدخلوا على البحر ويصيدوا، نحن عندنا صيانة مراكب، عندنا شباك، في شيء له علاقة بالصيانة، هذا جهد يعني وعمل كمان له متخصصين، نحن هلا مثل ما شايفين في ناس مهنتها شباك الصيد، ايضا ادوات الصيد، كيف هي الامور ممكن كمان تتابعوها كشؤون المهنة بشكل عام؟ هلا نحن مؤخرا اجتمعنا مع سيادة العميد مدير العام مدير الثمانية تطرقنا لموضوع الخدمي،
الصراحة حقيقة نحن كافة المرافق المتواجدة في المحافظة على امتداد ساحل سوريا بتفتقد أبسط الخدمات للأخوة الصيادين. يعني مثلا هلا نحن حاليا بالميناء قصر نزهة باللاطقية هي أكبر مجمع للأخوة الصيادين وفي عدد أكبر من المراكب. لا فيها ندوة، لا فيها مرحال، لا فيها ورش للنجارة وللميكانيك. الزوارق كما لاحظت لك كلها تبه الزوارق كلها صفينا بشكل عشوائي من دون أي ضوابط. فاتفقنا على سيادة العميد المراحل المقبلة إن شاء الله بدنا ننظم كل هذا العمل ما بس بالمرفأ اللاطقية من أصل النزهة بكافة المرافق المتواجدة. خاصة مثل ما نوهنا أنه هي مرافق أستاذ إسماعيل إلى بعد سياحي، فلما بتكون منظمة فيها خدمات نحن ممكن نقيم يعني بعض المنشآت السياحية البسيطة اللي هي إلى طابع بحري. شو إمكانية يعني تطوير هاي الموانئ والمرافق بحيث أنه تأخذ دورها كعمل صيد وبنفس الوقت هي تأخذ هذا البعد السياحي والتنظيم وتأمين الخدمات الأساسية؟ هو باعتباره هون ميناء قصر النزهة بلادي هو قديم، يعني لذلك بتشوفي أنه هو طابعه قديم ما كتير فيه خدمات، ولكن تأمين هذه الخدمات يتم عن طريق مستثمرين، يعني ما مستثمرين كبار، مستثمرين. هل طرحت المرافق والموانئ للاستثمار السياحي؟ لا تطرح طبعا طرحت. هلا مثلا يوجد في ميناء قصر النزهة في ميناء مو سوق سياحة، في تأجير لقطاع خاص رصيف الثانوي هون، قطاع خاص بتاع نادي اليخوت بغرض نادي اليخوت كان يستخدم زوارق يخوت سياحية. نعم. كان يوجد رالي صح رالي اليخوت بس ولكن توقف منذ عام 2011. نعم بسبب الظروف. طيب سيد نبيل ليش ما عم تسمعون منيح للصيادين؟ ليش ما هيك ما عم تحلوا لا بتربطوا ليه؟ بالعكس بدنا نسمع لهم. انا صياد. بتسمع له؟ انت صياد. عندي مركب وعندي شباك وبشتغل بايدي. انت معاناتك نفس معاناتهم؟ طبعا انا معاناتي معاناتهم. انا بشتغل. لاي حد عم تشعر انه فعلا انت عم بتمثلهم؟ انا بمثل نفسي قبل ما امثلهم. انا صياد. المشكله معنا نحن. المشكلة بالجهات المسؤولة اللي مطرح المشكلة عنده. حضراتهم كلهم من الجهات المسؤولة يعني شو؟ طب أنا بدي أحكيهم على الشيء اللي نحكي هلأ هون. الصيد هون حكى على الميناء الصيد والنزهة بتحسينه من قبل ما يتحسن المكسر هون الميناء عنا. كنا نشتهي نسمع سمعة أني والله فلوكة أو مركب غرق من نو. بعد تحسين المرفأ كل سنة في عنا 10-15 زورق عم يغرقوا. ليش أستاذ؟ شو المشكلة؟ عندي السبب. نحن أهل الخبرة نحن. هن خبراء بالعمل. قبل ما أنتقل لسالي إذا بتحضر لنا كمان صيادين ونحكي يعني عن المهنة وعن يعني مو بس إنه صعوباتها إنه هن شو بدهم يعني نسمع مطالبهم بعد ما نخلص من السيد نبيل. تفضل. بالنسبة للمكسر دائما بأي ميناء بيكون مقابل الأمواج اللي بيكون فيها أمواج عاطية في عوادم أمواج. هون بالمينا ما عملوها. نعم. ما عملوا، ما في عوادم امواج بقلب المينا. نعم. في شيء نحن بنسميه سيكا او فعل ورد فعل. التيارات البحريه. نعم. لما عم يصير فعل موج عم يضرب هون، عم يصير رد فعل، الموج اللي عم تعمل رد فعل عم تطلع اقوى من الموج اللي عم تضرب بالاصل. هذه الامور ما عملوا لها دراسه. يعني معناتها هي تقصير من الفنيين اللي كانوا مشرفين عليها. اخطاء، في اخطاء كثيره بس صعب صاروا يتداركوها. طيب استاذ ما عم تسمعوا هذا الشيء؟ انا عم اسمع هالشيء بس هو مكاسر موجوده. مكاسر هو في مكسر رئيسي، المكسر هو مهمته انه يكسر الموجه ويضعفها بحيث ما تاثر. ولكن هاي السنه صارت طبعا عاصفه كبيره، يعني عاصفه بال 20 سنه استثنائيه، بال 20 30 سنه تصير العاصفه. ومثل ما سمعت انا من الميناء من مصادر الميناء انه في زوارق حاطينها على الرصيف جنب المكسر الرئيسي، زوارق محصنين يعني حاطينها على الرصيف. الموجة عم تضرب بسبب الحالة الاستثنائية السنة، الموجة عم تضرب تجي تضرب بالزورق. نعم. والزورق عم ينزل على المي. نعم. يعني طيب. هذا هو السبب الأساسي. رح نشوف ونسمع من الصيادين اللي هن الحقيقة بيحكوا عن مهنتهم بكتير من الشفافية والوضوح، وأكيد السادة بيتقبلوا أي نقد وأي ملاحظة. تفضلي سالي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا لو سالة. شو عم تساوي هلا؟ هلا والله عم نقطب شباك، نوع شباك لما شليل للسمك العفي، نوع الشبكة الفتحة وسيعة للسمك العفي، بناميدا غزلان للسمك العفي. انت كصياد شو المشكلات اللي عم تواجهها؟ والله عم نواجه كثير مشكلات. يعني اول شيء هديك اليوم غرقنا لانش كبير، يعني اللي بنملكه نلنا الباب اليمين اللي بنخرج منه بندخل، يعني بس بدنا نطلع نشيله من الماي قبل ما يغرق فوقفونا وصاروا يصرخوا علينا وعلقوا معنا وما كانوا يطلعونا إلا لحتى
غرق اللانش وخسرتنا حق يعني تكلفة. ما توجهت لجهة معنية خاصة؟ والله تواجهنا لكذا جهة، كل جهة نروح عليها يقولوا لنا روح على الجهة الثانية وكلها يطمش يعني. شو مطالبك؟ يعني تكون جهة واحدة مسؤولة عنا، ما 50 جهة واحد يبعثنا لهون وواحد يبعثنا لهون، يعني تكون جهة مسؤولة عنا بشكل جيد، يعني متمنى هيك. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. فيك تحكي لي عن المشكلات اللي عم تواجهها بمهنة الصيد؟ في مشاكل كثيرة، من أهمها الرصيف الموجودين هلا عليه بضم اكبر عدد من الصيادين ومن ممارسين هالمهنه هيدي، والرصيف هذا يعني بينتج سمك بشكل هلا من بدايه، بس ما هون مشكلتنا، نحن مشكلتنا مع الهيئه العامه للثروه السمكيه. الهيئه العامه للثروه السمكيه يعني عم تعمل قرارات جائرة بحق الصياد من دون أي إيجابيات لإلنا، ولا حدا نهائيا بيلتفت على هالموضوع. إذا أنا بدي أقدم طلب للهيئة عامة الثروه السمكية بدي يروح أقل شيء ليصير على رد شهر. يعني إذا كان المدير العام للهيئة للثروه السمكية الأستاذ محمد زين الدين ما هو موجود، ما في بديل عنه. انت قدمت وكيف كانت الردود؟ بعد شيء 27 يوم وطلب بديهي، امر عادي كثير. يعني نحن بنتمنى انه تكون هي الموانئ، مديريه العامه للموانئ هي الجهه المسؤوله عننا مباشره. بنرتاح نحن كل يعني معقوله انه مدير عام ما هو موجود ما يكون. انت شو مطالبك؟ انا بدي يكون انه في حدا ينوب عنه المدير العام للهيئه العامه للثروه السمكيه مشان ما يعطلنا، لان احنا بيجينا منخفضات، بيجينا ضوء قمر. نحن بالنسبه لمصلحتنا ما على طول، انا هلا صار لي 7 شهور قاعد وكلياته تعسير. المدير العام للموانئ بيقول لي نحن جهه تنفيذيه. طيب جهه تنفيذيه، مدير العام للهيئه العامه للثروه السمكيه بيروح الطلب عنده 27 يوم. طيب انا معي حوالي ال 25 صياد، 25 صياد يعني معناتها 25 عائلة، كل عائلة بتضم 7-8 أفراد. طيب نحن عم نكافح بطالة، أنا كصياد عندي مجموعة زوارق، أنا عم كافح بطالة هون شي 50 صياد كمان 50 عائلة، يعني فما بالك نحن ولا حدا ولا أي جهة بتقدم لنا مساعدات. والأخوة هلأ سمعتهم هون عم يحكوا أنه ما كأني ما عندنا مشاكل نهائيا وعم يحكوا بأريحية. طيب أنتوا عندكم رواتب، نحن منين بدنا نعيش إذا ما اشتغلنا؟ كانت عندنا شغله المازوت هلا من فتره، اجى المازوت النقابه، يعني هي الشغله الوحيده اللي تقدمت لحد الان من 50 سنه للصياد لحد الان هي شغله المازوت. وصلوا لنا المازوت من اسبوع لهلا بيطلع لنا 40 لتر بالاسبوع. يعطيك العافيه. فيك تحكي لي عن المشكلات اللي عم تواجهها؟ المشكلات انه الصيد ما في، ممنوع على طول، ممنوع ونوع على طول. وفي هون الاخ فارس عم يشتغل مياه اقليمي عم يجيب سمك منعه، ما في سمك نهائيا غالي، وما في حد عم يسمعنا نهائيا. وبعدين الاخ فارس عنده مرق لك الا 100 عائله معيشه، ونحن واحد من هالعوائل اللي معيشه. شو المطالب؟ مطالب يسمحوا للعالم تشتغل. هلا لك انا امبارح ولا شبكه ما طلعت برات المينا، ما خلوا ولا صياد انه يطلع برات المينا يصيد. هي قعدنا صرنا شهرين، انا اولادي بالجامعه كل يوم بدي 700-800 ليره اجار طرقات. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا سالي. نحن بختام يعني هاي الندوة، واضح انه في مشاكل وفي جهات عم بتدافع عنها، وحضراتكم عندكم واقع. شو ممكن نحن نختم ليس بالوعود ولكن بتوصيف هذا الواقع والامل بفتح افاق لهذه المهنة؟ المدير العام للموانئ تقوم جاهدة في تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة، وهي تقوم بتطبيق هذه القوانين حفاظا على الثروة السمكية اللي هي دخل الصيادين. لذلك أتمنى من كل صياد أنه يلتزم بالقوانين الحالية، لأن هي لمصلحته القوانين وليس ضده، ولكن إذا التزم فيها هذا يؤدي إلى زيادة الثروة السمكية. وبالتالي أنتم كجهة معنيين أو معنيين بتطبيق جادين بأنه تطبيق القوانين وتأمين مستلزماتهم والبنية التحتية لعملهم، مثل ما حكينا في مثال الحديث أنه طبقنا منع الصيد الجائر بكافة أشكاله ضمن المياه الإقليمية. نعم. والجاري. نعم. والصيادين شكرون على. نعم. أستاذ أحمد، نحن أبوابنا مفتوحة بالهيئة العامة للثروة السمكية، أي مشكلة من قبل الصيادين يقدموها عن طريق الجمعيات فنحن على استعداد لدراستها. بس بحب نوع شغلة انه هن طلعوا على الدول المجاورة وجابوا بعض النماذج، ما جابوا كل النماذج،
فموضوع بالدول المجاورة آلية العمل بوسائل الصيد بتتم على النحو التالي. جمعية الصيادين هي رقم واحد معنية بشؤون الصيادين، وهي المسؤولة عن إخراج الصيادين لمنطقة الصيد وعودتهم. ومهمة الموانئ هي سلامة القارب، يعني بتطلع لجان عشوائية على منطقة الصيد وبتكشف على الحماية والمراكب، بينما الثروة السمكية مهمتها الكشف على وسائل الصيد. نعم. أما المعني رقم واحد بالدول المجاورة هي جمعية الصيادين. طيب. اللي حتى بتأمن لهم وسائل الصيد. نعم. بدي حيل الختام لكم سيد نبيل وسيد صبحي، لازم يعلى صوتكم، لازم يكون في شيء تمثيل أقوى لشريحة الصيادين كنقابة. لجنة نقابية واتحاد العمال نطالب بإعادة النظر بكافة القوانين النظمية تتعلق بالصيد البحري، والتحسين الدرجة الثانية اللي بيهمنا التحسين موضوع الخدمي بكافة المرافق الموجودة في المحافظة. نعم. والساحل السوري. سيد نبيل، أعطينا توصية من مجمل ما حكوه الصيادين، مطلب يعني يعني قادرين الجهات أنهم ينفذوه قريبا، يعني تعديل قوانين أهم شيء عندنا هي تعديل القوانين. شيء أنه يتماشى مع الصياد. نعم. الصياد هو أضرب بالسمكة. نعم. أستاذ وفيق أيضا كنقابة التنمية الزراعية، يعني كمان شو ممكن نقدم لتطوير مهنة الصيد؟ نحن جاهزين والدافعوا عن نحن جاهزين لتلقي أي صعوبة من الأخوة الصيادين، والواضح أنه تعديل الأنظمة والقوانين هي اللي بتأثر على عمله. نعم. ونحن رح نتابع الأمر مع اتحاد عمال. نعم. المحافظة. أستاذ محمود، كاتحاد عمال يعني أنتم كان عم نقول من يوم أمس كان في اجتماع، يمكن التوصية الوحيدة اللي خرجتوا فيها هو موضوع توسيع الشبكة من في ما بعرف أبعاد معينة إلى علاقة بالمهنة، لكن هذا لا يكفي، يعني واضح أنه الواقع بده خطوات أكثر من هيك. إحنا كل ما يصل عبر لجاننا النقابية رح يكون محط اهتمامنا ومتابعتنا مع الجهات الوصائية، ونحن مطالبين وبدنا موضوع التعديل ومشاركتنا كتنظيم نقابي بإعداد أثناء إعداد القوانين الناظمة للمهنة بحيث تراعي الجانب الاجتماعي لا أن تكون تقنية بامتياز. نعم. أن تحدد هي كجهة مسؤولة عن السلو السمكية، مياه المالحة أو مياه الحلوة؟ تفصل قوانين المياه المالحة؟ لا، ما تفصل، هي كجهة السلو السمكية بصراحة هي صار في ازدواجية بالعمل الهيئة السلو السمكية. هلا هن ما عم يحسنوا يتابعوا العمل مع المياه المالحه مع المياه الحلوه، معروف يعني الهيئه السلو السمكيه مسؤوله عن المياه المالحه مع المياه الحلوه، فنتمنى تحدد مسؤول على ايش. نعم، بدقيقه شو ممكن هذا الاقتراح يكون واقعي؟ انا اعطيت هلا مثال الاليه المناسبه لاداره المستقبليه للاداره. نعم. ف يعني ممكن انه يكون يعني تصدر جهه نفسها يكون لها شقين من اللي تطوروا من البلدان المجاوره. حتى انا عبر الاعلام بقول انه ممكن انشاء مدرسه بعد التاسع مثل الصناعه وتكون للصيد. نعم. فمنطور المجتمع. صح. الصيد وثقافة الصيد، وبصفي في ناس مثقفين عم يمارسوا هالمهنه. نعم. فهذا أمنية. طيب نحن كجانب علمي كهيئة نستفيد يعني من وجودكم أنه حتى أنتم عم تسمحوا لإجراء البحوث لتربية الأسماك وإنشاء مزارع. تمام. هذا إلى أي حد ممكن يقلل استنزاف السلو السمكية والبحر ويبسط الوسائل، وممكن أنه تكون هناك مشاريع استثمارية. تمام. في المجال. من أهداف الهيئة هو تأمين المادة السمكية بأسعار مناسبة وتطوير هالمهنة من خلال إنشاء المزارع سواء كانت البحرية ولا النهرية. هذه واحدة. اثنين، بخف أو تأمننا مادة سمكية بأسعار مناسبة وخففنا الجهد الصيد اللي عم يستنزف فيه الثروة السمكية من خلال صيد الجائر. نعم. وأنا برد بقول إنه نحن في خلل في تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل وسائل الصيد. إذن فعلا تعديلات ويعني إصدار قوانين جديدة. سيد نبيل بيقولوا يا بحر يا أبو اليتامى، انت رغم هاي الظروف وصعوبتها بتتخلى عن مهنتك وقد ايه ولا بشكل
ما بتقدر يعني ولا بشكل ولا بشكل ولا رغم بشكل. كل صعوباتها قد ما كانت صعوباتها، كل ما كانت صعوبات اكثر كان كل ما في متعة على الصيد اكثر. نعم استاذ محمود، شو ممكن نوعد ونخرج من هالندوه تحديدا بتوصيه بوعد للصيادين منكم كاتحاد عمال؟ نحن راح نشارك من خلال لجاننا ومن خلال النقابي باعداد القوانين الناظمه للمهنه، وراح نراعي الجانب الاجتماعي. هذا الحد الاقصى، ما بدي اوعد اكثر من هيك، هذا الحد الاقصى اللي بنقدر نحن بنعمله. ونحن بدورنا نتمنى أن يكون البحر ليس لليتامى فقط، طالما هناك جهات تتبنى شؤونه والسماع لصوتهم وصعوبات مهنتهم، هناك جهات متخصصة وهناك قوانين ناظمة، لابد أن يعني نردم الفجوة بين الجهات المعنية والتي تعمل وفق قوانين وتصدر قوانين الحفاظ على الثروة السمكية وأمن وسلامة الموانئ، وبين من يبحثون عن رزقهم، لنكون دائما منصفين وعادلين في توزيع هذه الثروة على الجميع. أنا بشكركم السادة اليوم اللي حضرتوا معنا يعني لهذه الندوة في ميناء الصيد والنزهة، السيد إسماعيل نداف مدير الصيد والأملاك العام البحرية في المديرية العام للموانئ، أهلا وسهلا فيك، شكرا. سيد أحمد إسماعيل مدير مركز الثروة السمكية في اللاذقية، شكرا جزيلا. سيد محمود أيوب نائب رئيس اتحاد العمال شؤون الخدمات، شكرا لحضورك. سيد وفيق عيسى رئيس نقابة عمال تنمية زراعية في اللاذقية، شكرا كمان. سيد صبحي بكو، سيد نبيل فحام رئيس لجنة النقابية للصيادين ورئيس جمعية الصيادين في ميناء الصيد والنزهة، شكرا جزيلا لحضوركم ونحو واقع أفضل لهذه المهنة. تحية لكم من بحرنا الآمن دائما، المحب لكل القادمين، المحب لزواره في بهدف السياحة، والمحب للعاملين فيه لتقديم رزقهم وقوت يومهم للصيادين. تحية لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.